دلوقتي احنا بنكمل الفيديو اللي سبق واحنا بنعمله المكرونه اللاسانيا. زي ما انتم شايفين بيبقى عندكم المكنه وشفتوا ما شاء الله ما شاء الله من غير حسد المكرونه طالعه ازاي. تتاكل نايه تتاكل نايه. اتفضلوا بصوا عليها. اللي ما عندوش مكنه زي دي يتنايل على سبته ويروح عند وليد يشتري المكرونه اللي انتم بتشتروها بتاعت الطاقة المسلية. ادي المكرونه قدامكم اهي من غير فرن من غير اي حاجه ماده حافظه بتتحط فيها ما شاء الله. بصوا دي بتتحط دي بتتقطع بقى اللي انتوا عايزينه وبتحطوه في البتاع. السلام عليكم، مين معايا؟ اهلا وسهلا. الو الو الو، مش عارف في حاجه في الخط، معلش حاول اتصل تاني. معاكم الشيف عبد الزهور، اللي ما يعرفنيش يحاول ان هو يعمل لايك وايه؟ اشتراك وايه؟ سبسكرايب. معلش عشان اللغات بتاعتي انا، يعني يعمل لايك ويعمل ايه؟ سبسكرايب علشان على طول يجي له اي جديد. لو سمحت بص المكرونه، انا هنا عشان نبدا بندخل المكنه وبنزود اول مره، بنزود شويه زي ما انتم شايفين بنزود المكنه عشان نبدا اما تكون المكرونه دي تخينه. فبتحط المكرونه في المكنه كده بتقول صلى على النبي صلى على النبي. بص يا تاجر، بص تاجر ومهاجر وعايز فلوس، بص يا فندم بيع يا بابا بيع بخساره بيع، اهو قدامك اهو. هنولع المكنه ما شاء الله كله بتعمل لوحدها. اللي طالعه دي قدامكم دي مكرونه لاسانيا. انت بتحددي التخنه اللي انت عايزاها يا ست يا محترم، يا ست يا محترم انا بتكلم اسمعيني، انا بتكلم واحده قاعده بتسلق في البطاطس. احنا عملناها اول مره بالكوبري ده، دي لسه تخينه فهنعملها ايه؟ هنزودها شويه، هنصغرها بعد دي كده، بنروح بنشد دي وبنظبط على اللي هي اصغر منها، الاصغر منها بتزيد، يعني مثلا بتبقى 4 5 3 وهكذا. اتمنى من الله ان انا افدتكم في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.